in there to make it. دونك هنا نتوما دائما تبعوا المعطيات، المعطيات ديالنا احنا في هذا التمرين دائما كي تشوفوهم تسمح لنا بتطبيق فقط النظريه العكسيه لطاليس. واش تقول النظريه العكسيه لطاليس؟ دائما نو نفيريفيو قبل اسكو النقاط على استقامه واحده. دونك في هذا المثلث نستعملوا هذا الشكل باش نبينوا بان سي دي يوازي اف جي. عندنا نقاط دي او اف على استقامه واحده و سي او جي على استقامه واحده. نقطه التقاطع هذه هي الراس، هذه هي الاساس. دونك نفيريفيو ايضا نسبتين او جي على او سي هل تساوي او اف على او دي. هنا حذاري باسكو ما تقدروش ديروا او جي على او سي مع او دي على او اف. بدينا في هذا الضلع تاع هذا المثلث، دونك نكملوا في هذا الضلع تاع هذا المثلث. داكور فوالا. دونك لدينا النقاط جي او سي و اف او دي على استقامة واحدة بنفس الترتيب. ونشوفوا الآن النسبتين هذوك او جي على او سي، نحسبوهم او جي على او سي و او اف على او دي. او جي على او سي هو 8 على 10 وتساوي 0.8، وهنا 6 على 7.5 ويساوي 0.8. منه نسبتين هذوك متساويتين. يجب كتابة كل هذه المراحل تساوي إلى او اف على او دي. فحسب نظرية تاليس العكسية نستنتج أن المستقيمين دي سي، إذا نستنتج أن المستقيمين سي دي و اف جي متوازيان. ثم ب حساب كوس تاع الزاوية ا بي سي. حساب كوس ا بي سي هذه الزاوية. إذا نحسب هذه الزاوية ا ب س، حساب هذه الزاوية الكوسينوس نعلم أنه يساوي إلى المجاور على الوتر عفوا. دونك المجاور تاع هذه الزاوية هو ا ب، الوتر هو ب س. دونك كوسينوس تاع ا ب س يساوي ا ب المجاور على ب س الوتر، ويساوي إلى 12 على 15 ويساوي الى 0.8. ثم نستنتج قيسها بالكالكولاتريس. دونك ديرو دوزيام فونكسيون دوزيام فونكسيون كوسينوس تلقاو قيس الزاويه دونك ا بي سي يساوي بالتقريب 37 درجه، تلقاو 36.80. دونك بالتقريب نديرو التدوير الى الوحده نجد 37 بالتقريب درجه. ثم السؤال الآخر حساب الطول AC. السؤال الأخير جيم حساب الطول AC. دائما في المثلث ABC هذاك في اليسار، في المثلث ABC في الشكل مباشرة تلقاو بلي ABC هو مثلث قائم. دونك دائما تروحوا للدرس اللي قريتو فيه المثلث القائم. واش من نظريات اللي درتوهم في المثلث القائم؟ درنا نظريه فيثاغورس.
ماذا تقول نظريه فيثاغورس؟ ما هي احد ما هي الشروط تاع نظريه فيثاغورس؟ لازم يكون مثلث قائم هنا، دونك لازم نكتبه لدينا، باسكو هذا شرط مهم جدا، ما نقدروش نطبقه على مثلث اخر. المثلث ABC قائم في A، فحسب نظرية فيثاغورس، نظرية فيثاغورس واش نديرو؟ دائما نظرية فيثاغورس ماذا تقول؟ الوتر مربع، الوتر هنا هو BC، مربع الوتر يساوي إلى مجموع مربعين الضلعين القائمين، دونك AB أس 2 زائد AC أس 2. نظرية فيثاغورس ماشي العكسية، نظرية فيثاغورس تسمح لنا بحساب الأطوال، الأحد يعطينا طولين في المثلث القائم هذا، حنا نحسبو الضلع الثالث. أما النظرية العكسية لفيثاغورس فهو يقدم لنا الأطوال الثلاثة، وحنا نبرهنو بأنه مثلث قائم. واش ديرو؟ تاخذوا الطول على طول الكبير، ديروا المربع ديالو وديروا مربع تاع الضلعين الاخرين هذوك الصغار، ومن بعد تقارنوا بيناتهم، ولا لقيتهم متساويين دونك هذاك المثلث قائم، ولا لقيتهم غير متساويين اذا ذلك المثلث ليس قائم. هنا دونك نحوسوا على اسي، اذا اسي اس 2 يساوي الى بي سي اس 2 ناقص ا بي اس 2، دونك اسي اس 2 يساوي بي سي اس 2 هو 15 اس 2 ناقص ا بي اس 2 هو 12 اس 2، ومن بعد 15 اس 2 هو 225، 12 اس 2 هو 144، دونك اسي اس 2 يساوي الى 81، منه اسي يساوي جذر 81، اذا اسي يساوي الى 9 سنتيمتر. فوالا جيسبر كو فهمتوني، فهمتوا هذا التمارين. المهم اللي ما فهمش نقطه ولا حاجه يقدر يتصل بيا في عبر الميسنجر اللي نخليها في لابار دافو. اللي حب تاني اللي ولا كانوا تلاميذ اللي كي سون انتريسي بار دي لايف يخلوا لي دي كومونتير في الفيديو، تحت الفيديو يقولوا لي ندير لهم دي لايف، نديروا مباشره على المباشر تمارين، ويقولوا لي تاني واش من التمارين واش من الدروس كي لي زانتيغاس لي ما فهموهمش، اشاك فوا يقدروا يعطيو لي لي كومونتير نقدر نقراهم فاسيلمون، واش من التمارين واش من الدروس لي ما فهموهمش، باش نديروا مراجعات قبل ما ترجعوا ان شاء الله للدراسه، باش هكذاك تكون عندكم من افونس. فوالا دونك نيزيتي با ا فوز ابوني، ولا ماراكمش ابوني سي سا فوز انتريس بيان سور، او نيزيتي با لايكي اي نيزيتي با بوزي فو كيسيون سورتو، ما لازم تطرحوا الاسئله، اللي عنده سؤال يطرح سؤال يطرح عليا، ماشي مشكل ندير له مراجعه ولا ندير له تمارين خاصه بالنقطه ولا بالدرس اللي ما فهموش. فوالا دونك في لا فيديو ان شاء الله المقبله رايح ندير وضعيات ادماجيه لي خاصة بالفصل الأول، نديرو الوضعيات بعض الوضعيات نشوفهم حسب باش منديرش لي فيديو طوال، بصح صافا يكونو فيهم وضعيات إدماجية حول دروس حول فوالا دروس الفصل الأول، هكذاك باش نجوزو من بعد لمراجعة الفصل الثاني. نتوما ولا حبيتو تمارين كتر قولولي برك في كومونتير، ولا حبيتو تمارين كتر ماشي مشكل نزيد لكم تمارين وقولوا لي واش بريسيزي واش من الدرس. فوالا ومع السلامه.